بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام في هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي غي كومبخوند. لازلنا مستأنفين مع جان التي تعطي الصوت نيو. رأينا مجموعة من الجمل والكلمات، مثلا مونشيا أكوغي دون المونتان إل سان. إذن مونشيا أكوغي دون المونتان إل سان، مونشيا أكوغي دون لا مونطان إل سان. إذن كلبي أنه جرى في الجبل إل سان، أنه يدمي، أو كما نقول في مصطلح آخر هو ينزف، يعني أنه يخرج الدم. جابيني سابا دون دو لوكليغ، جابيني سابا دون دو لوكليغ، أنا غطست، أنا غمست رجله في ماء صافي، في ماء صافي. نيو ني نيا نيو نيو نياغ. مون شيا اي بليسي جو لو سوان بيان، مون شيا اي بليسي جو لو سوان بيان، جو لو سوان بيان. اذا كلبي جريح، كلبي مجروح، انا اعالجه جيدا. ثم راينا مجموعه من الكلمات، مثلا راينا كلمات بهاد الصوت ني، مثلا لافين لافين الدالية، لالين الخط، او ديبي دو لالين يعني بداية السطر، لالين، لا مونطان، ان بان ان بان. ثم راينا كلمات بالصوت نيا، مثلا ان سيناتور، ان بنياد. اذا نتكلم عن التوقيع، ثم كما نقول استحمام. ثم راينا كلمات بني الى اتسواني، إذن هو عولج، غني سيباني، إذن غني أنه استحم. ثم رأينا كلمات بصوت نيو، أن أنفو مينيو، إذن نتكلم عن طفل ظريف أو جميل أو أنيق إلى غير ذلك. أن شامبينيو، أن شامبينيو، إذن نتكلم عن فطر كما رأينا. ثم أن نونيو كما رأينا هنا، أن نونيو، إذن نتكلم عن بصل. ثم رأينا كلمات ب نيو نيو نيو، ان بتيت انيو. Et aujourd'hui, on commence par l'agneau. L'agneau. Tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. ثم رأينا كلمات ب نياغ، ان مونتانياغ، ان مونتانياغ، ان كومبانياغ، الى غير ذلك. في هذه الفقرة عندنا بوندون لي فاكونس إنري إيطالي على مونطان. إذن أثناء، يعني في وقت، في وقت، في الوقيتة ديالاش، بوندون لي فاكونس، إذن أثناء العطل، المقصود أثناء العطلة، لأن العطلة في اللغة الفرنسية تجي جمع، نقول لي فاكونس، تنتكلمو على العطل. إذن أثناء العطل، يعني هكذا هم ينطقون هاد الكلمة، يعني انهم ينطقون جمعا. بوندون لي فاكونس، اثناء العطل، المقصود اثناء العطله، هنري ايطالي على مونطان، هنري ايطالي على مونطان. اذا هنري انه ذهب الى الجبل. اونيتي في فصل الصيف، طبعا ليتي هو فصل الصيف. لاني سو كومبوز دو كاتر سيزون، السنه تتكون من اربعه فصول. اون ليتي، لوطون، ليفير، اي لو برينتون. اذا عندنا فصل الصيف، ثم عندنا لوطون، يعني نتكلم عن فصل الخريف، ثم ليفير فصل الشتاء، اي اونفا اون لو برينتون. لو برينتون يعني فصل الربيع الذي يسبق فصل الصيف. اونيتي يعني في فصل الصيف، جوليا سوبين تو لي جور دون لا مير. اذا في فصل الصيف، جوليا سوبين، سوبين أنه يستحم تولي جور، تولي جور كل الأيام، يعني كل نهار، يعني كل نهارات عندنا هنا، تولي جور كل الأيام. دون لا مير، دون لا مير يعني في البحر. أونيتي جوليا سوبين تولي جور دون لا مير. ديمونش يوم الأحد، ريمي إيغوني إيغون على كومبان. ديمونش يوم الأحد، ريمي إيغوني، ريمي وغوني
إيران إيران طبعا كما ذكرنا فيما سبق سي لو فيرب ألي سي لو فيرب ألي إذن هم سيذهبون هم سيذهبون طبعا لو فيرب ألي أو فيتور سامبل عندما نصرف في لو فيتور سامبل في المستقبل البسيط إذن نقول جيغي جيغي à la campagne أنا سأذهب إلى البادية tu iras à la campagne أنت أو أنت ستذهب أو ستذهبين إلى البادية il ira il ira à la campagne هو سيذهب إلى البادية elle ira à la campagne هي ستذهب إلى البادية nous irons à la campagne نحن سنذهب إلى البادية vous irez à la campagne أنتم ستذهبون إلى البادية أو كما عندنا هنا ils iront à la campagne هم سيذهبون إلى البادية هنا طبعا هم شكون شكون هما هم هنا هم طبعا هما ريمي إيروني إذن ممكن نقول ils iront ils iront à la campagne هم سيذهبون إلى البادية أو نقول ريمي إيروني إيران ريمي وروني سيذهبون à la campagne إلى البادية إذن كما قلنا هنا dimanche ريمي إيروني إيران à la campagne إذن يوم أحد ريمي وروني سيذهبون à la campagne إلى البادية ثم عندنا l'agneau est blessé إذن عندنا الخروف أنه جرح à la patte à la patte أنه جرح في الرجل طبعا كما ذكرنا لابات المقصود بها رجل الحيوان كما ذكرنا فيما سبق جي بيني سابات دون دو لو كلير دون دو لو كلير في ماء صافي اذا غطست رجله في ماء صافي اذا عندنا هنا لانيو اي بليسي لابات اذا الخروف جرح او مجروح على بات في الرجل مثل الكلب il faut vite le soigner il faut vite le soigner يجب بسرعة il faut يتوجب طبعا عندنا هنا لو فيرب فالوار عندنا لو فيرب فالوار il faut يتوجب طبعا لو فيرب فالوار في الغالب انه يصرف مع il دائما نقول il faut يتوجب غالبا لو فيرب فالوار يصرف مع il ليفيد هذا المعنى il faut vite يتوجب بسرعة le soigner يعني معالجته معالجته il faut vite soigner l'agneau يجب بسرعة معالجة الخروف أو نقول يجب بسرعة معالجته il faut vite le soigner ثم عندنا la cigogne voilà c'est une cigogne c'est une cigogne نتكلم عن القلق la cigogne est revenue أنه عاد أنه رجع son retour إذن عودته annonce أن تعلن إذن الرجعة ديالو شنو المقصود بها annonce أن تعني أنها تعلن طبعا عندنا هنا لو فيرب annoncer قلنا لو فيرب annoncer ومنها كلمة les annonces les annonces هي ديك الإعلانات اللي تنديرو في الجريدة على حساب الشركات على حساب المنتجات الى غير ذلك اذا تنديروا لهم اعلانات في واحد الجريده باش الناس يعرفوهم نتكلم عن لي زانونس الاعلانات اذا سون روتور انونس اذا عودته تعلن تعلن على ماذا لو برانتون تعلن على فصل الربيع اذا بما ان هاد القلق انه عاد إذا العودة ديالو تتعني بأن فصل الربيع داخل الرجعة ديال هاد القلق كأنها أنونس كأنها إعلان كيما نشوفو القلق رجع تنعرفو بأن فصل الربيع غادي يدخل لا سيكون إي غوفوني طبعا عندنا هنا لو فيرب غوفونيغ فعل رجع لا سيكون إي غوفوني إذا لا سيكون أنه رجع سون غوتوغ عودته لو غوتور المقصود به العودة سون غوتور عودته أنونس لو برانتون تعلن فصل الربيع
René a couru avec Michel. René a couru avec Michel. إذن روني أنه جرى. أنه جرى. تماما كما عندنا هنا. موشيا موشيا a couru. كلبي أنه جرى. كان يجري. دون لا مونتان في الجبل. هنا عندنا روني a couru avec Michel. إذن روني أنه جرى مع ميشيل. ميشيل a gagné. طبعا عندنا هنا رفع الغاني. فعل غاني المقصود به هنري ايطالي على مونتان. لو فيرب غاني المقصود به ربح. نتكلم احيانا عن لوغه. لوغه يعني الربح. الربح المادي. الربح المادي مثلا. شحال ديال الربح. اذا نتكلم عن لوغه. اذا هنا نتكلم عن لو فيرب غاني. انك تربح. انك تفوز بشيء ما. انك تربح. ميشيل a gagné. إذا ميشيل أنه ربح. أنه ربح. أنه فاز. إلي كونتون. إلي كونتون. إذا هو فرح. إذا هو فرحان مادام أنه ربح. طبعا في المؤنث نقول كونتونت. نقول مثلا إلي كونتونت. روني a couru avec Michel. Michel a gagné. إلي كونتون. مينا a un pen. مينا a un pen. فوالا ستامبين. مينا أمبين. مينا أمبين. إلا فولي بيني بيبي. إذن هي تريد. طبعا عندنا هنا لوفير فولوار. لوفير فولوار فعل أراد. إذن إلا فولي هي أرادت. طبعا أرادت لأن فعل فولوار مصرف في لو باسي كومبوزي. كما تلاحظوا عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فولوار اللي هو فولي. هذا لو بارتيسيباسي الخاص به يعني ما تتغيرش. اذا طبعا فقط نسبقه بلوكسيليغ اوار. هذا لوكسيليغ اوار الى صرفناه في البريزون. الى صرفناه في البريزون تيولي عندنا لو باسي كومبوزي ديال لو فيرب فولوار. وهذا لوكسيليغ اوار الى صرفناه في لامبارفي مثلا وخلينا هذا هو كما هو. خلينا لو بارتيسيباسي ديال الفعل فولوار كما هو فولي. إذن هذا فلام بارفي وهذا بقى هكذا. نقول مثلا إل أفي إل أفي فولي. إذن طبعا هذا صرفناه في لام بارفي. إذن هذا تيولي عندنا لو بلوس كو بارفي ديال لو في فولوار. على حساب فين غنصرفو هذا. ونفس الشيء بالنسبة للأفعال اللي تتصرف مع إتر. على حساب فين غادي نصرفو هاد لوكسيليير. هاد المساعد بحال دابا عندنا صرفناه في البريزون. هذا خليناه كما هو. خلينا لو بارتيسيباسي ديالو كما هو. اصبح عندنا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل فولوار. ال افولي اذا هي ارادت بيني. ارادت ان تمشط او تمشط بيبي. تمشط الرضيع. اذا ارادت ان تمشط للرضيع. بيبي بلور طبعا الرضيع يبكي لأنه سيتضايق من هاد المشط. مينا أن بين إلا فولي بيني بيبي. إلا فولي بيني بيبي. إذن هي تريد أن تمشط للرضيع. بيبي بلور. إذن الرضيع يبكي. إذن كما قلنا بوندون لي فاكونس إنري إيطالي على مونتان. إنري إيطالي على مونتان. أون إيتي جوليا سوبين tous les jours dans la mer. Dimanche, Rémi et René iront à la campagne. Dimanche, Rémi et René iront à la campagne. L'agneau est blessé à la patte. L'agneau est blessé à la patte. Il faut vite le soigner. La cigogne est revenue. Son retour annonce le printemps. René a couru avec Michel. Michel a gagné. Il est content. Mina a un pain. Elle a volé peiner bébé. Bébé pleure. Tout le monde a dit que les mettent. La vigne. La vigne. Une montagne. Une montagne. Une montagne. La cigogne. La cigogne. Un agneau. Un agneau. إذا نستأنف الفقرات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.